مليانة شامل جميلة. برضه يعني هاي تقريبا تحاكي نفس الموضوع، يقول ان ضاق صدرك واثقلك كثر الهموم، وحسيت في مر المعيشة بالحياة، ارجع وشاهد منهجك في كل يوم، وارجع على حسابك شوف وضعك بالصلاة. ان ضاق صدرك واثقلك كثر الهموم، وحسيت في مر المعيشة بالحياة، ارجع وشاهد منهجك في كل يوم، وراجع حسابك شوف وضعك بالصلاة. نعم ما في شك. سبحان الله العظيم، إذا الإنسان حافظ على فروض الصلوات جعل الله لها أسباب كثيرة جدا في مناحي الحياة السعيدة. نعم ما في شك يا محمد أن الصلاة تجد، نقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، حتى يصبح. ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. حتى يصبح، يعني معناها 24 ساعة أنت بس على الفرضين. طيب والعصر، من صلى البردين، ثم في الظهر، كل حياتك مربوطة بالصلاة. المغرب، ما بين من الصلاة إلى الصلاة، من الجمعة إلى الجمعة، حياتك مربوطة دائما بالعبادة بالطاعة لله سبحانه وتعالى. أنا وأنت، من ترك الصلاة أو من ترك هذه العبادات أو هذه الفروض تجد عنده شيء من نقص، لا بد أن